واش فراسك باللي حسب الكنوبس اللي هو الصندوق الوطني لمنظمه الاحتياط الاجتماعي ولا هو بحال السي ان اس اس ولكن ديال الناس القطاع العمومي 90% من العيالات اللي مقيدين عنده كيولدوا في السبيطارات بريفي وغير 10% اللي كيولدوا في سبيطار عمومي ومن ديك 90% اللي كتولد في البريفي 66% منها كتولد بعمليه قيصريه عكس ديك 10% اللي كتولد في السبيطارات ديال الدوله يلا 25% منهم اللي كيولدوا بعمليه قيصريه الاغلبيه الصحيحه كيولدوا ولاده طبيعيه وفي بعض المدن الكبيره بحال كازا ورباط وفاس كاين بعض السبيطارات بريفي اللي كتوصل فيهم نسبه العمليات القيصريه حتى ل 80% واو وهذا الشيء اللي خلى نفقات الولاده يتضاعفوا عشرات المرات من بين 2006 ل 2016 وكيبان من هذه الارقام انه في القطاع الخاص كيتعمدوا يديروا العمليات القيصريه اكثر لانها اسهل في الولاده بالنسبه للطبيب والثمن ديالها طالع السبيطار والطبيب كيدخلوا منها على العاقه اكثر ولكن تتهلك الصحه ديال المراه بحال اللي كتقتلها وتحييها هذا الشيء خلى بزاف ديال الناس كيبقاو يتلاجوا مع الطبيب في المستشفى الخاص ملي كيقول لهم خاصكم عمليه قيصريه علما انه بعض الحالات كتكون ضروريه العمليه القيصريه لانه بلا بها غيكون خطر كبير على المراه والطفل ولا يني مشكل دابا السؤال الا ما بقيناش نقدروا نثيقوا في الطبيب في من مازال غادي نثيقوا